الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل محور أساسي لتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في القطاع الصحي بإقليم الفحص أنجرة. خلال السنوات الماضية تم إنجاز مشاريع متنوعة لتحسين شروط الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية لدى الأشخاص الأكثر هشاشة. همت أساساً البناء وتأهيل وتجهيز مراكز صحية ودور الولادة بالإقليم، كذلك إحداث وتجهيز مركز لتصفية الدم ومركز للترويض الطبي، إحداث دور الأمومة والفرق المتطوعات الجماعاتيات المواكب لها، اقتناء وحدات طبية متنقلة. بدار الأمومة بالجماعة الترابية ملوسة التأمت نسوة من القرى المجاورة من الحوامل والمرضعات ومن هن في سن الإنجاب في لقاء تحسيسي حول صحة الأم والطفل. بالمناسبة تم استعراض الخدمات التي تقدمها الدار. عندنا حاليا 3 ديال دور الأمومة اللي كتقدم واحد خدمات القرب وكتسهل على النساء اللي كيسكنوا في المداشر العميقة أنهم يستفدوا من الولادة داخل وسط صحي، وكيقوم كذلك دور الأمومة ببرامج التوعية والتحسيس للأمهات وكذلك للأطفال، ودائما في إطار تحسين المؤشر ديال صحة الأم والطفل داخل الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كان واحد المشروع طموح اللي هو تكوين متطوعات جماعاتيات. الفكرة ديال المتطوعات الجماعاتية هم واحد الأشخاص مرجعيين هما نساء، أنهم كيقوموا بواحد التوعية على وهي توعية القرب. تخليدا لليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، برمجت سلسلة من الأنشطة والقوافل الطبية بتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والجمعية الشريكة بالإقليم للتحسيس بالعرض الصحي وأهمية الاستفادة من البرامج المتاحة.